بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم ويوم جديد من منشط القرموطي. النهارده الاحد 16 ذو القعده 1439، 29 يوليو 2018، 22 ابيب 1734. هبدا بس بالحاجه كده برضو عشان نطمن ناسنا واهلينا بخصوص موضوع الادويه برضو اللي بقالنا كام يوم بنتكلم فيه، وال14 دواء اللي خد فيهم جهاز حماية المستهلك قرار بأنهم يعني لابد أن احنا نلمهم السوق في هذا الإطار. أضف على المسألة دي بعض الحاجات الخاصة بمكملات غذائية، في اثنين من المكملات الغذائية والحقيقة احنا فشلنا فشل ذريع أن احنا نلاقيهم في الأجزخانات، ودورنا عليهم في الأجزخانات وبعتنا أكتر من حد عشان يشوفهم في الأجزخانات ما لقيناهمش، وفي نفس الوقت برضو بنحاول قد إمكان إن احنا نجيبهم من على الإنترنت. الحقيقة مش متاح لنا إن احنا نجيب شكل يعني توصيفهم إيه بالظبط قدام حضراتكم. يعني أنا بعتذر إن احنا فشلنا في هذا الإطار، كنت أتمنى إن احنا نكون يعني موفقين كما بنكون موفقين في بعض أنواع الأدوية الأخرى، لكن على كل ده أمر إن شاء الله بإذن الله يتم لو في أي جديد في هذين الأمرين إن شاء الله هنجدد لحضراتكم. المفروض إنه يكون في يعني عشان يبقى اللي فيه حسم الموضوع ال 14 دواء اللي حذر منهم جهاز حماية المستهلك، وإنه فيهم سرطانات أو فيهم سرطان وآخره في مادة اسمها أو في إحدى المواد موجودة في الـ البتاع ده ال 14 مادة دول أو ال 14 دواء دول، فالمفروض الحاجات اللي زي دي نخلص منها نهائي. المفروض برضه يكون معانا رد من وزارة الصحة في هذا الإطار. طيب يعني كنت أتمنى أن تكون الدكتورة رشا زيادة معانا على التليفون، الحقيقة بنطلب أكتر من مرة الدكتورة رشا زيادة لكن ما بتردش خالص في هذا الأمر. وبالتالي أنا خلاص يا شباب ما تطلبهاش تاني، خلاص مش عايزة خالص ما تطلبهاش تاني يا شباب، خلاص هاخد الخبر ده لحضراتكم، وبعدين يبقى ال 14 دواء دول بقى الدولة تتصرف فيهم ولا وزارة الصحة، لأنه احنا مش هنجري ورا حد الحقيقة، لأننا تعبنا من الجري ورا الناس الحقيقة. يعني خلاص يا شباب خلاص موضوع ال 14 دواء دول خلاص، نكتفي ببيان وزارة نكتفي ببيان جهاز حماية المستهلك، خلاص طلعوا جهاز حماية المستهلك، طلعوا البيان تاني. أنا آسف ده النهائي بالنسبة لي، أنا يعني تعبت من كتر الجري ورا المسؤولين الحقيقه. يعني ده البيان بتاع حمايه المستهلك، وده برضو بيان وزاره الصحه في هذا الاطار. انا بتكلم حضراتكم بس لانه الامور يجب ان تضع في اطارها الصحيح. يعني موضوع الادويه ده وال 14 دواء، لانه انا ناس بتسالني وكان انا وزير الصحه، والحقيقه انا ما عنديش اجابه شافيه الا البيان اللي طلع من جهاز حمايه المستهلك وقلته لحضراتكم في هذا الاطار، ما عنديش اكتر من كده. لكن على كل برضو حضراتكم ممكن نرجع لبيان وزاره الصحه اللي هو سير الدكتور وكيل الوزاره ومدير شؤون الصحه المحافظ كذا، نرجو ضبطه وتحريز ما قد يوجد بالسكن المحليه والوحدات المحليه والوحدات الحكوميه بعد اتخاذ كافه الاجراءات بالوحدات وذلك المستحضرات الاتيه. ده بالنسبه للمكمل الغذائي. اللي قدام حضراتكم ده بالنسبه للمكمل الغذائي، خلاص ال 14 دواء احنا خلاص خلصنا منهم، هم يتصرفوا بقى مع حمايه المستهلك ولا يتصرفوا مع بعض. نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحليه والوحدات الحكوميه بعد اتخاذ كافه الاجراءات بالوحدات الحكوميه وذلك للمستحضرات الاتيه. في مستحضر اسمه رونتكس شراب 120 ملي جرام 120 ملي مكمل غذائي برقم تسجيل 7113 على 2002. لو ممكن يا شباب تجيبوا لي المستحضرين دول على الشاشه لوحديهم كده. اثنين مستحضر كالدي ماكس شراب 120 ملي مكمل غذائي برقم تسجيل 4360-2003 والمدون على العبوات الخاصه بها كالتالي، وجايب العبوات الخاصه في هذا الاطار.
يبقى انا عندي دلوقتي اتنين من المستحضرات، مستحضر رونتكس شراب 120 ملي ده مكمل غذائي، رقم تسجيله 7113 على 2002، مستحضر كالدي ماكس شراب 120 ملي مكمل غذائي برقم تسجيل 4360 2003. ده طلعوا لي يا شباب المستحضرين لوحديهم على الشاشه. أفادت شركة مش عارف إيه بأنه لم يتم تصنيع هذه المستحضرات بالشركة ولا توجد أي عقود تصنيع مع شركة مش عارف إيه، بالإضافة لأن الشركة المصنعة المذكورة لا تمت بصلة إلى شركة كذا. ومن ناحية أخرى أفادت آية الإدارة التراخيص مصانع المستحضرات الصيدلية بالإدارة العامة للتراخيص الصيدلية بأنه بفحص قاعدة البيانات الخاصة بالمصانع المرخصة وتحت الترخيص تبين عدم وجود مصنع باسم كذا مع انتشار. يعني هنا دكتور حسام الدين مصطفى مدير إدارة تفتيش الصيدلة عن الصيدليات ومخازن الأدوية، دكتور مصطفى السيد مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي، يعتمد رئيس الإدارة الدكتور رشا. ده اللي أنا بقول لحضراتكم عليه، سيد الدكتور وكيل الوزارة بمديرية الصحة بمحافظة. التاني المستحضرين دول اللي قدام حضراتكم في هذا الإطار ده مكملات غذائية مخشوشة، ده صداع في رأس الحكومة، والصحة تلاحق رونتكس وكالديميكس والسرطان يلاحق متعاطيها. ده اللي أنا بقول لحضراتكم عليه ونظرت الصحة في هذا الإطار، ده مع الخبر اللي أنا بقول لحضراتكم في هذا الاطار. ارجع لحضراتكم موضوع الدواء لانه الدكتوره رشا زياده اتصلت. برحب بحضرتك يا دكتوره، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا عندي مكملين غذائيين النهارده في تحضير في او امبارح في تحذير منهم بعدم تناولهم او عدم شرائهم لانهم فيهم غش او ماده غذائيه مغشوشه، هل ده صحيح؟ هو المنشور يعني جزء من حضرتك بيقوله ده هو ان المكمل الغذائي ده مكمل غذائي مغشوش، يعني المفروض ان احنا مع الحملات الدوريه اللي احنا بنعملها نسحب عينات من الموجود في السوق، بناخد نشوف ارقام التسجيل دي مطابقه ولا لا، او المصانع المدونه على العبوات دي مطابقه ولا لا. المكملين الغذائيين دولت المفروض ان هم مش منتجين في هذه المصانع تماما. وزي ما احنا كاتبين بالتفاصيل، وده بيبقى منشور دوري المفروض موجه لمفتشي الصحه في المديريات بيتحركوا هم على الصيدليات، ده شغل يعني دوري بيعملوه، بيتبعت هذا المنشور وبيتفتش كل الصيدليه اذا كان فيها هذا المكملين الغذائيين ولا لا. حاله ما بنلاقي المكملات الغذائيه دي بنتتبع الخط بتاع التوريد ليها، لان اكيد هي وصلنا للمخازن اللي وزعتها ثم للمنبع الرئيسي للانتاج يعني، وده طريقه بقى شغلنا يعني. طب احنا الحقيقه احنا دورنا في كذا اجزخانه هنا في المنطقه اللي احنا فيها، وانا جاي برضو في الطريق ما لقيتش المكملين دول، لا رونتكس ولا كالديميكس. بالظبط كده، بالظبط. هو يعني وارد جدا يكون زي ما قلت لحضرتك كده، احنا يجب علينا على طول اصدار منشور حال وجود ضبط لاي دواء في اي محافظه بهذا بالاسماء ديت او بغيرها. لما بنلاقي ان الدواء ده مغشوش مش معناه ان احنا ما نعلنش المديريات كلها، لا، دي آلية شغلنا، وده منشور الدوري رقم 52. فالمنشورات بتاعتنا من اول السنه حتى الان يعني وصلت. طب شكل العلبه، شكل العلبه عند حضرتك يا دكتور، شكل العلب دي عند حضرتك يعني وارد جدا حضرتك لما شفت كده مش هتلاقيه في اغلب الصيدليات، لكن موجوده في بعض الصيدليات اللي تم ضبط. لا شكل العلبه، شكل العبوه، هل عند حضرتك شكل للعبوه؟ تبعتيها لنا نعرضها للناس عشان ياخدوا بالهم. يعني خلينا نكلم الاداره اللي عمل التفتيش ممكن غدا باذن الله، وناخد شكل للاي اوت ونعرضه عند حضرتكم شكل العلبه من بره وال انا بس عشان ما فيش مانع. كتير من الناس حضرتك قلت كده وارد جدا يكون عدد كبير من الصيدليات الموجوده، يعني الناس ما بتتعاملش مع مخازن سيئه السمعه غير مرخصه او من اماكن مغشوشه، يعني الاماكن اللي تم ضبط فيها المستحضرين دول طبعا تحولوا في مخالفه قانونيه جنائيه، واحنا ماشيين بقى ورا خيط المستحضرين دول لازم يتم بقى معرفه الانتاج تم فين. احنا يوميا في المحافظات في مراجعه يعني لبعض الاخباريات اللي بتجيلنا عن طريق المباحث او الاخباريات اللي بتيجي للتفتيش الصيدلي، وبنلاقي فعلا في انتاج لبعض الادويه بما يسمى تحت بير سله. فباذن الله يعني ده يوصلنا الخط كويس ونقضي على الموضوع ده يعني ان شاء الله باذن الله. تمام. طيب ده امر احدث، لكن الشق اللي احنا يعني عايزين حضرتك برضه ينهى الجدل فيه، لانه الحقيقه احنا بقالنا 3 ايام في موال كبير بخصوص البيان بتاع حمايه المستهلك. دلوقتي ال 14 دواء
او ال 14 عبوه اللي اعلن عنهم جهاز حمايه المستهلك، او البيان حضرتك الاول تعليقك ايه على البيان بتاع حمايه المستهلك؟ هو التعليق يحذر يعني من تناول ادويه بها ماده فالسرتان، وهنا فالسرتان مسرطن. لا طبعا، يعني خلينا اقول ان التخصصيه في الامر ده كان ضروره، يعني انه لازم يكون الاعلام المتخصص، بس طبعا جهاز حمايه المستهلك في مساعده وتنسيق دائم معانا، لكن يعني دقه الاعلان هنا مهمه جدا لسبب. انا باكد ان ماده الفالسرتان بشكل مطلق كده ليس لها اي مشكله تماما. القصه عباره عن مصنع واحد. معلش يا دكتوره تاني، معلش حضرتك تعتبري يعني مرجعنا الرئيسي في هذا الامر. فالسرتان ليست مسرطنه بهذا العموم. لا طبعا يعني البيان بتاع حمايه المستهلك شويه ما كانش دقيق. يعني لازم كان يستكمل بدقه اعلان التشغيلات واسم المورد، ويعني ياخد الاعلان بتاعنا عن طريق منشور 51 ده احنا اعلنا فيه التشغيلات اللي هي منتجه داخل المصانع. يعني ما اقدرش اعلن باسم الشركه فقط، لان الشركه نفسها المصنعه دي شركه كويسه مراقبه بجوده عاليه، لكن عندها كذا مورد، احد الموردين المواد الخام ليه تشغيلات انتجت، هذه التشغيلات صدر عنها، او هذه الماده الخام صدر عنها تحذير اوروبي، واحنا كمركز اليقظه هنا تم الرد على طول وتم سحب التشغيلات دي. غير التشغيلات دي من نفس الشركات جيد وكفء وامن وليس له اي اثار جانبيه، ومفيش اي قلق ولا اي حاجه تسبب هذا الظهر اللي انا طيب يعني انا اعرف منين يا دكتوره دلوقتي؟ يعني انا لو نزلت انا جبت دول اول امبارح ست انواع من الادويه، غيروا يا شباب العنوان، غيروا الكتابه اللي على الشاشه يا شباب. دلوقتي الدكتوره بتقول ان البيان كان يعني ما كانش دقيق بالصوره الكافيه، كان المفروض فيه كذا، وانه ماده فالزرتان مش مسرطنه بالمعنى العام اللي البيان بيقول فيه ده. دلوقتي انا باكد حاجه تانية يا شباب، الست ادويه ست الكل دكتوره انا اسف، الست ادويه اللي موجودين معايا دول انا جبتهم من السوق اول امبارح يوم الخميس وانا جاي بالليل. تمام. دلوقتي انا لو نزلت جبتهم ولقيتهم اتعاطاهم؟ حضرتك بتجيبهم من صيدليه طبيعي، اي دواء بيتباع من صيدليه. طبعا. جميع الصيدليات دلوقتي متبلغه ومتجنب فيها التشغيلات التي تم سردها في منشور 51، ثم تم تحريرها، واحنا عملنا الاسبوع اللي فات ده مش نشاط، احنا عملنا يعني حملات مكثفه، مرور دوري مكثف في جميع المحافظات، وده بتاكيدا جميع المحافظات. كانوا بيدونا بيان اخر اليوم المفروض انه مر على كام صيدليه، كل الصيدليات متبلغه، عملنا منشور وزعناه مع الفاتوره اللي بتجي لهم من اي موزع، وده كان بمساعده الموزعين. العمليه دي تستمر على مدار الاسبوع القادم. ده كله معناه ايه؟ معناه ان اي صيدليه عارفه التشغيلات اللي هي فيها مشكله والتشغيلات السليمه ومجنبه تماما التشغيلات اللي فيها مشكله، فبالتالي انا كمريض رايح الصيدليه بامن جدا ان انا باخد الدواء من ايد الصيدليه وهي متراقب عليها من التفتيش ومتبلغ عليها. طيب. متبلغ الصيدلي ان الدواء ده يجنب العلبه اللي فيها التشغيله الفلانيه ويدي ويصرف للمريض اللي فيها التشغيلات السليمه. طب هل ممكن اقول يعني ما انا قلقان من دي برضو، لانه زي كل مجال فيه الطالح والصالح، فممكن برضه صيدليه فيها برضه صالح وطالح، ممكن واحد يدي نفس التشغيله، يعني انا برضه مش عايز اقول ان 100% تمام. احنا التفتيش الصيدلي اللي بيضمن ده، يعني انا ما عنديش حاجه اسمها انه انا يعني بسيب الامر لايد حد بيكون يعني مجتهد او واصل له الامر ان هو مهم فبيأدي دوره، لا. وعموما انا ما فيش حاجه اسمها هنا برضه صالح وطالح، لانه الصيدليه ما بتخسرش اي شيء، هي بتجنب العلبه دي وبترجع للشركه الموزعه وبترجعها للشركه المنتجه. جميع الشركات المنتجه اصلا ملزمه ان هي تبعت لنا بيان بكافه الادويه اللي اتجمعت. في مفتش صيدلي هو تفتيش الذراع الاخر للتفتيش اللي هو تفتيش المصانع، بيقف امام الكميه دي كلها بيسردها في محاضر وبتعدى. حتى صيدلي ما فيش اي ما يضرني ان انا ارجع العلبه دي للموزع، فاذا بند ان انا هخسر او الكلام ده مش موجود تماما. طيب انا ما خدتش بالي. في تفتيش صيدلي مر عليا، اولا احنا بختم الصيدليه بياخد ان هو علم وتم الاحراج
الصحافه وتم مراجعه الصيدليه كلها بالكامل. احنا اصدرنا المنشور ده في 10/7، اصدرنا منشور للشركات في 10/7 واصدرنا المنشور للمديريات في 12/7 بعد تجميع التشغيلات. احنا النهارده بنتكلم فيه تقريبا 16 يوم عمل. الاسبوع الجاي ان شاء الله هيكون في اعلان ان كافه الصيدليات مش مجنب فيها، لا ده اتسحب واتحرر للاطمئنان فقط. يعني افهم من كده الاسبوع الجاي ده وفعال، الاسبوع اللي احنا فيه ده، الاسبوع اللي احنا جاي اللي احنا فيه ده يا فندم اللي هو اول النهارده الحد، النهارده ثاني يوم الحد اهو، انا هنعلن ان شاء الله انه جميع الصيدليات مش تم تجنيد فيها، لا خاليه تماما بالظبط. وعلى فكره احنا في الياتنا الرقابيه دي نفس اللي اتعمل في الايما في اوروبا، نفس اللي اتعمل في الاف دي اي، وهعلن ممكن عند حضرتك اللينك بتاع الاداء الرقابي هناك تم ازاي بنفس الاليات. يعني الريكول بتاع الفالترتان تم في 22 دولة. الاعلام طبعا ادى دوره زي حضراتكم برضو ان هو اعلن المواطنين. والاطباء اخذوا المعلومة من ما يسمى البريس ريليز، واحنا برضو اعلنا حاجة اسمها بيان صحفي او بريس ريليز للاطباء. فاذا كل الهيلث كير او كل الناس اللي هي مؤدية للرعاية الصحية والعامة والاعلام ادوا دورهم على هذا المستوى، خلاص الامر ينتهي القلق تماما لان كل الناس قامت بدورها صح. طيب اقول للناس اطمنهم يا دكتور، اطمنهم لو انا نزلت السوق النهارده وانا مروح وشفت صيدليه ورحت جبت اي نوع من انواع الادويه دي اخده وانا مطمن؟ بالظبط يا فندم، حضرتك تاخده وحضرتك مطمئن، ولو في اي من الساده المشاهدين اللي عايزين يتاكدوا في اي وقت من العبوه اللي في ايدهم ده حاجه اضافيه، ولكن كل صيدلي هو الامين اكثر او الجنب اقرب للمريض من اي شيء او الطبيب طبعا. لكن انا عندي رقم تليفون، خليني اقول رقم. اتفضلي 25 اكتبوا 35 450 450. ده طوارئ، ده طوارئ الإدارة المركزية للصيدلة وشغال 7 أيام 24 ساعة. يعني لو اتصلوا في، يعني لو واحد اشترى دواء من صيدلية وما عجبوش نوع الدواء ولا حس إن في حاجة مش تمام، يعني يتصل يعني بالرقم ده؟ منعًا لأي قلق يتصل للرقم ده. 2-5 وده حصل خلال الأسبوع اللي فات، وتم يعني مراجعة الأمر مع أي مريض وتوصيل المعلومة ليه بشكل سهل. يعني طيب. أكد على حضرتك تاني، أنا برجع تاني بقول مفيش أي قلق من تناول أي عقار في بلدك تاني. أنا آسف لا يكون ما أنا بنطق غلط، اللي هو الفالسر كارد أكراس 80، فالسر كارد أكراس مركب 80 على 105 على 12.5، فالسر كارد أكراس مركب 160 على 12.5، إليموليفان أكراس 5 على 160، بريستوفال أكراس، زارلو ديب تاب ده زارلو ديب أكراس، الكابريس بلس 160، دي سرطان 80، دي سرطان كو 80، دي سرطان 160، دي سرطان كو 160، ايميلو بلس اقراص، بلو كاتنس اقراص 5 على 160، بلو كاتنس اقراص 10 على 160. دول ال 14 نوع اللي كان فيهم تحذير في بيان حمايه المستهلك. ال 14 نوع دول اتفضل، ال 14 نوع دول لو انا دلوقتي رحت اي اجزخانه وطلبت ال 14 نوع دول المريض ياخدهم وهو امن، صح كده؟ بالتاكيد بالتاكيد. طيب انتوا بالنسبه لكم انتوا الامر ده هيكون في كل الصيدليات بنسبه 100% نهايه الاسبوع، صح ولا انا؟ بنسبه 100% هيكون مر التفتيش وسحب كمان بتحريص جميع الصيدليات دلوقتي مجنبه هذه الاصناف، مجنباها ومنع بيعها. تمام كده؟ تمام. التفتيش هيكون سحب هذا الكلام ومراجع على سحب الموزعين لكل كويس. هذه الكميات كويس. تمام؟ جميع المواد الخام اللي في المصنع اللي تخص هذا المورد تم تحريرها ومنع الانتاج منها، وده طبعا والشركات متعاونه جدا في القصه دي لان هي برضه يعني كويس. فهمها قوي الريكول ده يحصل في اسرع وقت. تمام. جميع الكميات المنتجه، جميع الكميات اللي عند الموزعين محرره. تمام. فده كله انا بطمن حضرتك انه احنا بقى لنا اسبوعين في يعني نشاط ونقول او في تفاعل كامل مع الامر، فلا قلق ان شاء الله. طيب اذا هاكد تاني يا شباب، هم الشباب طلبوا بس الخط الساخن معانا لو هيرد يبقى يعني. ألو. طيب ده رد. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ مساء الخير.
بخير يا فندم. اتفضل. ده الخط الساخن بتاع الاداره المركزيه مش كده للصيدله؟ الاداره المركزيه لشان الصيدله. اتفضل يا فندم. طيب انا معلش الدكتوره رشا زيادة اصل معايا على التليفون الناحيه الثانيه فادتني الرقم قالت لي جربه وهو شغال 24 ساعه فبس بنطمن. هل هو شغال 24 ساعه دلوقتي؟ اي حد عنده مشكله مع اي دواء يتصل بحضرتك ويقول لحضرتك على مواصفات الدواء وحضرتك تفيده في هذا الاطار صح كده؟ لمده 24 ساعه؟ 24 ساعه احنا شغالين بنرد على المكالمات على طول يا فندم. انا شاكر لحضرتك وازعجتك معلش. شكرا. انا بتاكد بس من حاجه. شكرا دكتور رشا ان هو رد علينا يعني ده مهم. معلش حاجه اخيره معلش عشان انهي هذا الموضوع. في مقال بكره الاستاذ عادل نعمان كاتبه في صحيفه المصري اليوم اسمه والشوكولاته حرام كمان يا عم الشيخ. ايه الموضوع؟ في طالبان في باكستان وفي افغانستان حرموا تناول جرعات مصل شلل الاطفال من وجهه نظرهم لان جرعات مصل شلل الاطفال تحتوي على مشتقات مستخلصه من الخنزير. تمام كده؟ في شيخ سلفي عندنا اسمه الشيخ سامح طيب الله وجهه بيقول هنا برضو الاستاذ عادل نعمان بيكتب انه شيخ سلفي في مصر غريب الاطوار يريد بفتواه الطلبانيه ان يصيب اطفالنا في مصر بالشلل. انا يعني قاصد كمان الزملاء يحطوه على الشاشه لانه ده الكلام المكتوب في المقال بتاع النهارده في المصري اليوم. بيقول ايه بقى؟ انه اسوة بما تم في طالبان فانا بأطالب الناس ما تاخدش مصل شلل الاطفال اسوة بما اخذ به جهلاء طالبان. وحقيقة الامر ان ده الاستاذ عادل نعمان بقى بيقول كاتب المقال ان قطاع السلفية العريض على قناعة بهذا وهو الالتزام بحرفية الفتوى ومطلق اللفظ والنص دون النظر الى النتائج، ولانهم قوم لا يقرؤون ولا يقيسون فقد اخطأوا الفهم والتفسير والقياس ولا نفاذ. يعني ثم يا شيخ سامح العلماء لا يفرمون لحم الخنزير ولا يعجنونه بالبصل ولا البهارات لاستخلاص مصل شلل الأطفال ويقدمونه على صورة حواوشي أو صباع كفتة العلم وهكذا. حضرتك احنا في مصل شلل الأطفال في مصر هل في شبهة لحم خنزير؟ في مشكلة في الخنزير؟ في مشكلة انه الناس بتعمل ترويج لهذا الامر فتقول ما تاكلهوش ويعمل بلبلة وصداع في هذا الامر؟ فاحنا قلنا نلحق قبل هذا الكلام ما حد يقرأ هذا الكلام ويقرأ شلل الاطفال يعني مصل لقاح شلل الاطفال او يعني اي من الامثال واللقاحات المتداولة في مصر سواء بتنتج او تستورد ده بيراقب من وزارة الصحة. هذا الكلام يعني لا يعني حتى يعني مجال حتى الرد عليه يعني كلام غير علمي تماما. كلام غير علمي تماما ويعني هو يعني خده من طالبان يعني هو الفكره يعني يعني ده امر بصراحه سياسيا بقى يعني رد عليه اصلا. لكن احنا بنتكلم علميا انه الامثال ديت مراقبه. احنا حتى بنراقب كل شيء في الانتاج يعني اي ماده بتدخل في الانتاج لازم تكون متحلله واحنا تابعه لاجراءاتنا ومطابقه للمواصفات اللي احنا بنقبلها. هذا الكلام كلام فارغ. ثم انه اصلا صناعه شلل او لقاح شلل الاطفال لقاح يعني لا يقضي على كل يعني حتى الخرافات اللي هي ممكن تكون اتقالت في هذا على لسان هذا الشيخ السلفي اذا كان طالباني طالباني او سلفي. الامر عاري تماما من الصحه حتى وبعيدا تماما عن اي حتى رد علمي يعني يليق ان هو يترد عليه بصراحه يعني. وبالتالي هو امن تماما بنسبه 100%. يا فندم المواصفات كلها اللي بتتبعها وزاره الصحه المصريه هي مواصفات بتطبق على كل دواء داخل سواء مستورد او منتج. واحنا وزاره الصحه في مواصفات حتى كمان في بعض احنا في مستحضرات التجميل وفي مستحضرات المكسرات والحاجات دي كلها بنراقب كل حاجه حتى الفاتي اسيد حتى المواد اللي هي الدهنيه اللي داخله ده نقبل بده تماما. يعني هو مستحضرات التجميل كانوا طلعوا برضو عليها عشان يحذروا الستات انها تستخدم مستحضرات تجميل فقالوا برضو ان فيها لحم خنزير وعملوا بلبله برضو وهو الاخر كده وكلام. انا باكد تماما جميع مستحضرات التجميل المسجله في وزاره الصحه بتخضع للتحليل في كافه مكوناتها ولا نقبل تماما اي امر خارج نطاق المواصفات المطابقه لوزاره الصحه المصريه اللي هي طبعا
مطابقة أكيد لكل الشريعة الإسلامية يعني. فإحنا بنتكلم في كلام لا يعني مردود عليه بموجب التحاليل والمطابقات اللي بتصدر لكل منتجاتنا. أنا بطمن تماما إن كل هذا الكلام كلام يعني لا مجال حتى لرد عليه من كتر ما إن هو بعيد عن العلم خالص يعني. تمام، إحنا عندنا في نقص في بعض الأدوية ولا كل شيء تمام دلوقتي؟ الحمد لله يعني. طبعا نعرف من حضرتك لكن احنا عندنا تحسن في توافر الأدوية بموجب التقارير المتابعة اللي احنا بنعملها كل أسبوع نتيجة لتطبيق آليات ما تسمى آليات الرصد المبكر. فده ادانا فرصة ان احنا نقدر نعرف الأدوية اللي هي قد تنقص خلال شهرين أو ثلاثة، فبنلحق نتصرف بسرعة بحيث انه لا يشعر أي مواطن دلوقتي بأدوية كتير احنا بنشتغل عليها بحيث ان هي ما يحصلش لها نقص. بنزود كمان توفر المسائل عشان نعمل زيادة في أي دواء ممكن لأي شركة تعثر نقدر نعتمد على المسائل الأخرى. لكن أنا بقول لحضرتك ان في انتظام جدا في إنتاج الأدوية وفي انتظام في استيراد الأدوية. في وحدة كاملة بتراقب متابعة نواقص الأدوية دي، وحدة كاملة بتشتغل يوميا أي دواء بيحصل فيه تعثر لأي سبب بيتم معالجته بحيث لا يحدث شعور المواطن دي. حاليا دلوقتي الادويه اللي هي التي لها ليس لها مثيل او بديل هم 4 أو 5 أدوية يعني. أيوة. يعني كلهم معمول لهم اجراءات باذن الله في شهر خلال اخر يعني اول اسبوع من 8 اخر اسبوع من يوليو يدخل كمان في تحسن. يعني احنا كان عندنا 12 دواء اتحركنا في كذا محور لحد ما دخلوا بقى دلوقتي 5 أدوية. عندنا مسائل وبدائل يعني احنا عندنا أدوية 4 أدوية بس اللي ناقصه في السوق دلوقتي اللي هي ليس لها مسائل او بدائل. لكن 4 أدوية اللي ليس لها مسائل وبالتالي طب ليس لها مسائل لكن الاطباء طبعا بياخدوا لاين علاج او خطوط علاج اخرى. طب هل لو احنا عرفنا انواع اسماء الادويه ده غلط ولا صح؟ يعني هي اصلا الادويه كلها يعني العمليات الجراحيه والفحص فحص اجهزه مش بصريه تعاطي يعني. مش اي دواء من اللي احنا بنشتريه من الصيدليه لا بالعكس خالص. تمام يعني تمام. انا عندي تحسن كامل في الادويه اللي بتشتغل. هو بيقول انه كان عند حضرتك 1400 دواء ناقص دلوقتي بقى 600. الكلام ده يعني احنا ردينا عليه حتى رسمي بالورق. كل بالورق. الكلام ده مش مظبوط تماما. ده كويس قوي. بيان وزارة الصحة بيان دقيق وبيتراجع لانه بيتعمل ليه رصد من المنبع ورصد من الشارع. فانا باكد على ان الارقام الموجوده دي بيراقب عليها وارقام انا بدلل بيها بكذا ايفيدنس او كذا دليل. بقول بس الناس عندنا دلوقتي يعني امر يحل لنا برضه مشكله اي نقص بيحصل في اي دواء لفتره وبيرجع تاني. تمام. انا بستعمل المثيل الموجود من شركه اخرى ولازم اطمن ان كل الدواء المصري متراقب بنفس الاليات عشان نضمن دايما جوده الدواء بشكل امن وفعال. فلو اي دواء ناقص انا بقول طب ما عنديش ممكن اخد البديل او المثيل ده من الصيدلي. بطمن جدا لاي دواء بيتاخد لفتره وارجع تاني حتى للدواء اللي انا متعود عليه. كل المسائل واحده. تمام. فارجو بس نكون يعني عندنا مساعده لينا احنا الثقه في المشوره الصيدلانيه لان هي طبعا اساس جدا كبير اللي هي في حل النقص. تمام. اي دواء ناقص لاي حد برضو بنتصل على نفس الخط الداخل لان هو كده فرع وبنتلقى عليه اي شكوى. كل الادويه اللي بيحصل فيها شورت الزعام يعني شورت الزعام عندنا زي مثلا ديفارول فتره والحمد لله اتحل، السلمت فتره وتحل، دي كلها بتبقى مشاكل في الانتاج مشاكل عالميه بنوفره في الشركه المصريه صيدلات الشركه المصريه. خلال ذلك السوق بيمر بحاله تحسن كبيره في النواقص وبالمتابعه ان شاء الله يكون الدنيا دائما افضل. بشكرك يا دكتوره شكر جزيل واسفين على ازعاج حضرتك. الدكتوره رشا زياده هو ميزه الكلام من المتخصص انه بيبقى حاسم للجدل يعني. الدكتوره رشا هي يعني انا بعتبر انها المسؤول الاول عن سلامه المواطن عند تناوله الدواء. هي المسؤول الاول يعني هي المسؤول هي وظيفتها كده هي وظيفتها كده. وبالتالي يعني ماسكه الاداره المركزيه لشؤون الصيدله حاجه كده يعني. فبالتالي ده يعني كل حاجه بتتصب عندها يعني تقريبا ما بتروحش يعني ما لكن خليني اوجز بعض الامور. اذا الدواء اللي احنا حذرنا منه من 4 أيام من يوم الخميس اللي فات بخصوص انه دواء خصوص امراض القلب
وخصوص خليني اقول لحضراتكم، هو ضغط الدم المرتفع واختلال عضله القلب. ال 12 دواء اللي هم بيحتووا على ماده اسمها الفالزارتان امنه في مصر. هذه الادويه النهارده بدايه من يوم الاحد حضرتك هتنزل الصيدلي، الصيدلي يتمتع بكل شرف وكل مهنيه وكل احترام، هيديك الدواء ده بعد استبعاد الـ 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 الادويه اللي فيها رقم تشغيله كان فيه بعض الشوائب خلاص. ولو انت حضرتك مش امن عندك الرقم 2535415050 اتصل عليه. هو طبعا هيبقى من، لو انت مثلا في اسكندريه حضرتك هتتصل من القاهره 02، لكن انا في القاهره هتصل ب 25 على طول. لو انت بتتصل من الموبايل لازم تضرب 02 الاول، ماشي حضرتك كده. انت رحت الصيدليه واشتريت مثلا فالسر كارد كومب مثلا او الكابريس بلس، اتمنى اكون منطق صح، دي سرتان كو، اي ادويه من الادويه دي. احنا حذرنا يوم الخميس حسب بيان حمايه المسالك قلنا الادويه دي فيها ماده مسرطنه اللي هي فالسرتان، دي ماده مسرطنه ما تاخدوش الادويه. هنا الدكتوره بتوضح حاجه مهمه جدا، قالت لك انه البيان بتاع حمايه المستهلك كان يفتقد الدقه في بعض الامور. هو بيان صحيح لكن يفتقد الدقه في بعض الامور، رقم التشغيله ومش عارف ايه ده ما كانش موجود. وبالتالي واحنا كمان كاعلام احنا مش هنفتف حاجه ما نعرفهاش، وما اقدرش افتف، ده انا بنطق البتاع بالعافيه، بنطق العربي والانجليزي بتاع الدواء بالعافيه، انا اخري في الانجليزي اي لاف يو، ما عنديش حاجه اكتر من ومازر وفازر وصن ودوتر وبس، ما عنديش اكتر من كده. لا لا لا، وباك تو سكول وون سكول واوت سكول وثانك يو، حتى بننطقها غلط. انا باجي انطق في البيت العيال يضحكوا عليا، اه والله بلاش يا بابا تنطق كده بدل انت فضحتنا، اه والله، ولا يا بابا انت فضحتنا في الانجليزي، فما بنطقش انجليزي خالص، ما نسيت حتى اي لاف يو ثانك يو ماذر فازر دوج كات، مش كات يعني قطه برضو ولا ايه؟ كات، امال ايه؟ كات نعمل ايه في الكات؟ فالواحد يعني يا دوب بننطق بالعافيه المساله دي. عموما اطمنوا هذه السيده تطمنكم، هذه الدكتوره، هذه الطبيبه، هذه المسؤوله دكتوره رشا زياده تقول لحضراتكم روحوا الصيدليات وهاتوا ادويه بتاعتكم وهي امنه تماما ما فيش اي مشكله. جيش واحد بقى بكره راح طالع لي يقول لي القرموطي قال انه مصل الاطفال، يا جدعان انا باخد باجهد اي محاوله للنيل من المستشفيات والصيدليات في البلد. الاستاذ عادل نعمان ده راجل بيكتب كويس او مقروء، كاتب مقال اسمه الشوكولاته عربي، عم الشيخ شيخ سلفي طلع قال لك الشوكولاته حرام، هتقول له ايه؟ ما هو مره طلع قال لك ما تاكلش الملوخيه عشان انثى، وما تاكلش الفاصوليا عشان انثى، وما تاكلش الجرجير الست ما تاكلش الجرجير لانه ذكر. اه والله ده كانت ايام سودة. دلوقتي احنا بنقول يا جدعان كمان عم الشيخ ايه بقى الموضوع؟ انه خد الفتوى بتاع الطالبان ان مص الاطفال، مص شلل الاطفال في لحم الخنزير، واحنا باعتبار انه يعني الناس كده ويعني في ناس ما بتاكلش لحم الخنزير وفي ناس بتحرم لحم الخنزير، فده ده عقيده دين. فهتقول له ايه بقى؟ هتيجي يروح دبب لك البتاع كده وماشي كبسوله. في ناس سلفيين، اه والله العظيم ناس سلفيين زي الدواعش بالظبط، دماغهم دي متركبه شمال، هو يا اما كل شويه زي موضوع ما تسلمش على المسيحي، ما تقولوش كل سنه وانت طيب، ما تاخدش معاه، ما تعملش معاه، ده احنا يا ابن اقرب الاقربين لينا مسيحيين. ده احنا نايمين اكلين شاربين مع مسيحيين، ومسيحيين مع مسلمين، ولا نعرف اذا كان ده مسيحي ولا مش مسيحي ولا بتاع ولا في اي حاجه ولا في دماغنا المساله خالص. حكاية انه لو جاب لك اكل ولا تقول له سلام عليكم ولا يعني المسيحي يقول لي سلام عليكم روح ضربه بالقلم، هقول له ايه؟ هو يقول لي ايه في ايه يا جدعان؟ في ايه؟ وحكاية الاعياد ايه في ايه؟ في ايه؟ طب الناس صايمه دلوقتي ايه في ايه؟ ده انت ما بتكون داخل مكان في رمضان
وفي اي حد من اخواتنا المسيحيين ما بياكلش قدامنا ولا بيشرب قدامنا احتراما لينا، احتراما لينا. يعني ايه في ايه؟ من زمان كانت الناس بتجيب لامي طبق وامي تودي لهم طبق، وابويا يروح كفر سليمان تدرس عشان في ناس مسيحيين هناك عشان يهنيهم، وربنا كنت اركب ورا ابويا الحمار ونروح عند كفر سليمان تدرس ده عشان ابويا قبل العيد بيوم يروح يقول للناس كل سنه وانتم طيبين في في في, في الاعياد، والناس تيجي قبليها بيومين قبليها في 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 عيد الفطر ولا عيد الاضحى عشان تقول لك كل سنه وانتم طيبين، وفي شم النسيم نلتقي احنا وهم، ولا في كان في اي حاجه. مش كفر سليمان كل المناطق، وكنا نروح مركز متغمر ده كنا نروح، وابويا يقول لي تعال نروح راجل صاحب اللي مش عارف ايه قصه مش عارف يقول كل سنه وانت طيب، تعال نروح اللي مش عارف ايه عشان نهنيه كل سنه وانت طيب، تروح يعني في ايه يا جدعان؟ في ايه؟ في ايه مش فاهم انا؟ في قهوه اسمها قهوه عزب في متغمر، اه والله زي ما بقول لحضراتكم كده، كان ابويا يقعد عليها 90% من الناس لا تعرف انه مسلم ده ولا مسيحي، وكنا نقعد كل واحد صغير كده وبتاع ولابس البيجامه ورايح مع ابوه جاي مع ابوه لابس الكاوتش بتاع باتا، كنا شغالين كده الدنيا زي الفل، ولا عمرنا حسينا بده حاجه ولا بده حاجه ولا بده حاجه. هو 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 بغباوته اللي يطلع يقول لك مصر شلل الاطفال في لحم الخنزير، هو وجايبها منين؟ من طالبان، وكانه يا اخي على اتصال فكري وعضوي ومش عارف ايه ما تعرفش، يروح الملام الناس تروح تتجوز من هناك، اه والله يروح يتجوزوا من طالبان هناك وييجوا ما عندهمش مشكلة. فالدنيا آمنة الحمد لله رب العالمين، آمنة آمنة آمنة. روح الصيدلية هات دواك زي ما أنت عايز، لو في أي مشكلة ليك زي ما قلت لحضرتك تاني اتصل في رقم تليفون هنا 2535-4150 تاني اكتبه عند حضرتك يفيدك، اكتبه عندك يفيدك. أي واحد بيشوفنا دلوقتي اكتب ده، لو عندك مشكله في اي دواء اتصل بهذا الرقم 24 ساعه شغال لاجهاض اي محاوله او اي شائعه للنيل من الدواء في مصر. 2535-4150 انا حفظته اهو، 2535-4150 اقوله لكم انا مغمض اهو، 2535-4150 اهو حفظته انا، احفظه عندك في البيت في اي ورقه كده. عندك مشكله مع الصيدلي مش مشكله على تروح تتخانق معاه، لا مشكله في الدواء، الامر ده مهم عشان تاخد الدواء وانت مطمن. هذه الادويه تاني بتاعت الفلسر الفلسر تان اللي طلع بقال لي بالحمايه المستهلك، وحمايه المستهلك له منا كل التقدير والاحترام ونتعاون معه بكل الشفافيه، والراجل كتر خيره في الناس في حمايه المستهلك بيقوموا بدورهم المتاح حسب ظروفهم، لهم منا كل الاحترام والتقدير. والتوضيح جائز. وزي ما اتكلمنا بقى ثلاث ايام ولا مانع عندي، وبكره نتكلم فيه وبعده نتكلم فيه وبعده وبعده نتكلم فيه، وفي عيد الام كمان نتكلم فيه، وفي عيد الاضحى نتكلم، ما عنديش مشكله. طالما حاجه خاصه بالطفل. اما موضوع المكملات الغذائية دي فهنتابع بكرة مع الدكتورة أو النهاردة مع الدكتورة رشا، لو في إمكانية تبعت لنا الرقم بتاع ده شكل العبوات يبقى زملائي بس يكلموها ويقولوا لها هذا الأمر، ويبقى كتر خيرها وبشكرها شكر جزيل. هاخد فاصل ونرجع لمؤتمر التليفون تاني 2535-4150 أهو 2-5-3-5-4-1-5-0 2-5-3-5-4-1-5-0 2-5-3-5-4-1-5-0